كيفاش تعيشوا ستة من الناس؟ نعيشوا في بيت بالطول. بيت واحدة. بيت واحدة. وعندي عمر أربع كعبات كانت واحدة كنتول ما هبت عليها بنكشة نتاع زاورة باش نطير الماء. من ربي. والهواء يصرفك فيا. وكيفاش؟ وأنتم الباص نتاعكم باردة ولا؟ باردة الثلج، هم شافوها في الثلج الثلج. كيفاش تو أنت في البرد تستعمل؟ في صب الأمطار كيفاش؟ ولا في الثلج؟ باش يمشي تقص ترفع طب باش تدفى فيها يقول لك أعطيني 10,000. يعني وكان حب ربي ناخذوه بلاش نحن الحطب ندفوا عليه بلاش. ليه يا رسول الله؟ ليه ربي ما عندكش سخان بالكهرباء ولا بالكهرباء؟ والله ما نكسب شيء ويجوا على عين المكان وذاك مش سخان مش سخان تلبزه 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 تو هاني قاعد نهنيه ويخرج تو ولاد وانت كتسمع واحد كيفك يقول لك راني في البرد وفي الميزيريا وفي الفقر جرب تحسوا به ولا الحق الحق يعني والله الحق عندي شك فيكم الحق الحق الرسمي انتم الشعب التونسي العزيز الغالي المحترم والله عندي فيكم شك انكم ان قلوبكم ماتت وضمائركم ولا تحجر والله وانكم انتم ما تفكروا كم في ما تعلقوا كم بالاغنياء وكم بجماعه اللي بهبروا واللي فشوا عليكم وانه كل واحد اختار سيضربكم